في حاجة جديدة حصلت في القضية بأنه كان تليفونه رن على أخته، وعايزين نفهم أكتر إيه موضوع التليفون اللي جه والكلام ده كله. معانا الأستاذ عاطف نظمي المحامي، وهو محامي، وهو الأستاذ، هو الأستاذ هاني رمسيس والأستاذ ثروت بخيت في هذه القضية. أستاذ عاطف، برحب بحضرتك معانا. اهلا دكتوره منى، ازي حضرتك؟ أهلا بحضرتك. ايه موضوع المداخلة التليفونية، عفوا، ايه الموضوع، المكالمة التليفونية اللي او التليفون اللي رن من تليفون بهاء على اخته، ده كان امتى؟ هو طبعا احنا كنا بعد الحادث، وصدر التقرير المبدئي بان مفيش شبهه جنائيه. طبعا موضوع ان مفيش شبهه جنائيه ده اثار عندنا بعض التساؤلات والشكوك، لان الولد طب لا يمكن استنى بس، اصلا ما انا انه عايزه، يكون استاذ عاطف، استاذ عاطف، دلوقتي التقرير الطبي، التقرير النهائي صدر؟ انتوا كانوا قايلين من ساعه الحادث انه شهر وهيصدر التقرير الطب الشرعي وانه هياخد شهر، فهل دلوقتي صدر ولا حضرتك بتتحدث عن في الاول وقت ما سلموا الجثمان؟ لا يا فندم، التقرير المبدئي اللي هو وقت تسليم الجثمان، تمام، لكن كان بيقول انه النهائي لسه ما ما فيش صدرش. شبهه جنائيه. فانا لما كنت تمام، بسال يوم السبت اللي فات، كنت توجهت للنيابه العسكريه نعم، وكنت اتقابلت مع وكيل النيابه اللي بيحقق في الموضوع، وقال لي ان التقرير النهائي لسه ما صدرش، وقدامه خلال مثلا بعد العيد باسبوع. فوجئت بقى بتاني يوم المكالمه الغريبه اللي اتصلت من تليفون بهاء، اللي رغم ان المفروض ان تليفون بهاء بالشريحه بالخط يكون في حرز في حيازه النيابه اثناء طب التحقيق. في ناس بيقول لك انت تأكدت ان فطبعا هو في الموضوع ده الحرز. استاذ عاطف، في تساؤل بيقول لحضرتك، هل انت تأكدت ان هو في الحرز ولا كان ممكن ان يكون اتسرق موبايله مثلا او ضاع منه في اي حتة؟ فهل كان ده واضح، ده واضح ان وقت استلام الجثمان سألته عن موبايل قالوا لكم انه حرز، ولا دي اللي هو توقع يعني؟ لا، احنا انا بتكلم على التوقع، ان في الحالات الطبيعيه ان في بعض متعلقات القتيل انها بتتحرز في حيازه النيابه العامه، زي في حاجات كثيره جدا سالنا عليها اثناء كان الاستاذ هاني رمسيس في المشرحه سال عليها، لا انها اختفت. حاجات طبعا انا مش حافظ عنها دلوقتي لان دي هيتم ليها دور في الفتره اللي جايه، لكن لما طيب، حصل المكالمه لكن الغريبه ما دي انا مش سألتوش عارف على ايه معناها التليفون. وايه طب اهدافها في الوقت ده بالذات. اخد توجهنا التسلسل من ببلاغ حضرتك، انا للنائب اسفه اني للنائب بقاطعك يا استاذ العسكريه. عاطف عشان افهم اكتر، يعني انتوا كنتوا رحتوا تسالوا عن التقرير تاني يوم على طول، يعني احنا بنتكلم في ايام العيد اللي هو من يومين كده ثلاثه، الايام دي على طول حصلت المكالمه؟ لا يا فندم، السبت اللي فات اللي هو قبل العيد باسبوع. تمام، بس المكالمة جت تاني يوم او تالت يوم بعد ما انتوا سألتوا اخبار التقرير تاني ايه؟ يوم بالظبط تاني يوم المكالمه جت يوم الاحد، انا سالت كنت موجود السبت، المكالمه جت يوم الاحد. حد رد؟ يعني التليفون رن وحد اتكلم ولا محدش اتكلم؟ لا يا فندم، اتصل باخته وكانت مكالمه غريبه، قال لها ان اخوكي كان حصل له حادثه واصيب، ويعني كلام كده روايه غير مش منطقيه. لا لا، فما جه كملها لي حصل استاذ ان اخته عاطف، اصل انا في روايه قالوا لي لا ده التليفون ما حدش رد، فحضرتك كده بتقول لي يعني بشهاده اخته بتقول انه اللي اتصل بيها ده بيبلغها ان اخوها عمل حادثه؟ ايوه يا فندم. لا، اديني تفاصيل الكلام معلش، بستاذنك، يعني قال لها ايه بالظبط؟ اللي حصل يا فندم، اللي حصل ان حصل 3 مكالمات من التليفون، مكالمه اتصلت باخته، نعم، ولما حصل الحوار دون في شخص تاني من عيلة والده وشخص تاني عملوا مكالمه على تليفون بهاء، فرد عليهم الشخص مره تانيه وقال لهم هو مش معايا دلوقتي، وبعدين حصل تليفون تاني لقوه مقفول، فحصل 3 تليفونات. فاحنا عشان كده طلبنا من النيابه التحقيق في الواقعة والاستعلام من شركة اتصالات عن المكالمات الصادرة من وقت حدوث الواقعة لحد يومنا هذا، لحد ما قدمنا الطلب استعلمنا عن التليفون والأماكن اللي صدر منها المكالمات، لأن طبعا كانت مكالمة غريبة جدا. طبعا. فده اللي زود شكوكنا إن في شيء غريب في الأمر، إن الأمر مش طبيعي. تمام، طب احنا كده معلش فكرني امتى كان وفاة بهاء؟ يعني هل هي الشهر عدى ولا ما من عداش؟ حوالي يعني احنا معلش، دلوقتي كانوا قايلين انه شهر بعد وفاته هيتم صدور التقرير الطبي الشرعي، فأنا بس بتساءل هل عدى شهر دلوقتي ولا لسه شوية؟ لا هو دلوقتي احنا بقالنا تقريبا 3 اسابيع، بعدين التالت الطب يعني مش مرتبط بميعاد معين شهر او غيره، هو دي حاجه بتبقى خاصه بالطب الشرعي. يعني حتى لما كنت بتكلم مع وكيل النيابه قال لي احنا طلبنا استعجال التقرير،
الكلام ده كان يوم السبت اللي فات، وقال لي ان بعد العيد باسبوع تيجي تسال. فطبعا تمام لما حصلت المكالمه دي تاني يوم طبعا توجهنا تاني للنيابه العسكريه علشان نقدم بلاغ بالواقع اللي حصلت. فهو لحد هذه اللحظه لم يصدر التقرير النهائي، واذا كانوا هم بياكدوا ان مفيش شبهه جنائيه، فاكيد احنا عندنا شكوك كثيره جدا تخلينا نتاكد ان في شبهه جنائيه في الموضوع. لان الولد نفسيا وطب يعني ما عندوش مشاكل نفسيه وما عندوش اي اتجاهات تخليه، الولد بيعزف جيتار، الولد روحانياته كويسه جدا، واللي فما تقال فيش ان هو مشاكل. كان القائد مختاره علشان خاطر يعزف مقطوعة بالناي، وانه لما عزفها اتبسط منه جدا، وكان الكلام ده قبل ما يتوفى بيوم او يومين، فيعني وانه نفسيته كانت ممتازة، وانه كان بيساعد في المكتبة والكلام ده كله اللي كانوا لقوها فيه، ففي امور كتيرة بالفعل يا طبعا. دكتوره طيب بالفعل، ما عندوش اي سبب يدعو للانتحار غير انه كان دائم الشكوى قبل كده، مش دائم الشكوى، كان دايما بيتكلم مع باعترافه انه كان بيتعرض لاضطهادات داخل الوحده من بعض زمايله في الكتيبه. لكن من ده بعض كل ده ما زمايله، يعني يخليناش الكلام كان انه من بعض زمايله، في اضطهاد من زمايل اللي في الكتيبة. زمايله اللي بعض، انت عارف حضرتك ضباط الصف اللي هم اللي بيبقى البتشاوشيه، كلنا دخلنا الجيش وكلنا تعرضنا للمسائل دي. وانت لكن عارف لما استاذ بتوصل عاطف ان لمرحله كان في صورة انتشرت لواحد لحد من الضباط برضو ولا المجندين في قوات المسلحة وهو رافع علامة رابعة، دي صورة انتشرت قوي، يعني ممكن جدا ان يكون من المجندين اللي موجودين، اصل يعني هم مش بيعرفوا، يعني في كتير جدا من الاخوان مش معروف هويتهم انهم اخوان يعني، فممكن لا جدا من طبعا، لا طبعا، المجندين لا اللي طبعا، لان موجودين. كلهم بيجوا من اماكن، من الارياف ومن الاماكن اللي بيبقى طيب فيها بؤر للتطرف متواجد، فما حدش بيقدر يفصل عنهم غير لما هم يعني بيفصحوا لبعضهم، لما بيعرفوا يجمعوا بعض فبيفصحوا لبعضهم. زي ما شفنا اكثر من صوره انتشرت كده، كنت منزل عندي اكثر من صوره لبعض المجندين رافعين اشاره رابعه، فكان المفروض فبالتالي انه يعني المفروض في تحليل وارد دقه يعني ان شويه في يكون حد من الموضوع. الاخوان عمل حاجه. طب انا بقى عايز اسال حضرتك سؤال مهم جدا، هل ده طبيعي اتفضلي. في مثل هذه القضايا، او امام لما بتكون حاجه منظوره امام القضاء او العسكري، يعني التحقيقات العسكريه ومجند يتوفى، طبيعي ان التقرير الطبي الشرعي ياخد شهر على بال ما يصدر، ولا في حاجه برضو غريبه؟ يعني هل حضرتك سالته عن النقطه دي، او خبرتك يعني ايه فكره الشهر ده؟ هو الشهر دي مش مده محدده، لكن في قضايا زي كده مطلوب فيها التقرير على وجه السرعه، لان قضايا زي كده بيتدخل فيها المخابرات الحربيه، بيتدخل فيها وزير الدفاع، فبتبقى حاجه مطلوب التحقيق فيها فورا. كون ان احنا بيبقى في تباطؤ في اصدار التقرير، فبيبقى في حاجه خطا ما، او في شيء ما مش عايزين يعلنوا عنه دلوقتي. ده اللي دي وجهه نظرنا، ومن خلال خبرتنا في العمل في القضايا اللي زي كده، ان التقرير حتى لو ظهر مش هيفصح عنه في الوقت الحالي، انا بعتقد انه هيتاخر شويه، او ان صدر القرار مش هيبقى في السرعه اللي احنا منتظرينها. وعشان كده احنا حاطين دفاع لكل مرحله، يعني في اي مرحله هتطلع في عندنا رد ليها. انا زي ما بقول لحضرتك في ادله كثيره اثناء التشريح، كان الاستاذ هاني رمسيس في المشرحه مع الجثمان، في ادله كثيره سال عليها لقاها اختفت، فدي اثارت شكوكنا برضو، واحنا مخليينها للمرحله اللي جايه. طبعا مش هقدر افصل عنها دلوقتي، لان مخليينها للفتره اللي جايه، يعني مستني القرار اللي هيطلع وعلى ضوء انا هنتصرف. لكن في مقدرة الوقت طبعا ان الحالي في معلومات ما ينفع يعني حضرتك محتفظين بيها، وانا بقدر ده طبعا، وانه امر بيحقق في امام النيابة العسكرية، فمقدرة جدا جدا، بس يعني خليك على تواصل معنا يا استاذ عاطف، وبنشكر حضرتك وكل مجموعة المحامين اللي بيدافعوا عن هذا، يعني عن هذه القضية وعن حق بهاء جمال، ونتمنى يعني انه توصلوا لحاجة يا رب، وانه فعلا الحقيقة تظهر. بشكرك شكرا جزيلا استاذ عاطف نظمي المحامي عن بهاء، عن الشهيد بهاء جمال ميخائيل، وبتمنى دايما يعني تحياتي لاسرته، وبتمنى ربنا يكون معاه ويقويهم يا رب دايما.